اهلا وسهلا بكم واهلا بضيوف الكرام الاستاذ يحيى الامير، الاستاذ احمد عوض، دكتور امل الهزاني والاستاذ عبد الحميد العمري. الى موضوعنا التالي. أظهر بيان وزارة المالية الذي استعرضه مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعا خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3% بنسبة انخفاض أقل من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن الناتج النفطي في المملكة يعد الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى ومنها دول مجموعة العشرين، نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة السعودية للتصدي للأزمة صحيا وماليا واقتصاديا، مؤكدا حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول أوبك بلس لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نموا للتعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الجهود نجحت بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي. أستاذ يحيى، كيف نجحت المملكة فعليا يعني في الحفاظ على معدل تراجع معقول ومناسب يعني في الناتج النفطي أقل من التوقعات الدولية اللي كانت يعني فيه مخاوف سائدة؟ شوف أنا وهذا ضمن ما شهده مؤتمر الميزانية، أنا أحيل يعني كل ما يتعلق به الملف لما جاء في كلام الأمير عبدالعزيز بن سلمان. أولا بكل أمانة على مستوى اللغة وعلى مستوى الوضوح وعلى مستوى إبراز الدور اللي لعبته المملكة لإدارة هذا القطاع حول العالم رغم يعني التحديات والخلافات والمواجهات أو يعني اللي بين الأعضاء داخل المنظمة، بالإضافة إلى أنه يعني حجم الانخفاض اللي صار على أو حجم التراجع في الطلب بسبب الجائحة، بالإضافة إلى يعني أنه المنطقة شهدت استمرار للمزيد من النزاعات اللي أيضا بشكل أو بآخر ساهمت في التأثير على الطلب، وسط كل هذا كانت هناك إدارة واعية من المملكة لمحورية أولا استيعاب لدور المملكة ومكانتها في سوق الطاقة العالمي، ثانيا استيعاب وإيمان حقيقي بأهمية أن تكون كل الدول المنتجة مدركة ومؤمنة لأنه استقرار السوق سيعود بالآثار الإيجابية على مختلف الدول الفاعلة والمؤثرة في هذا القطاع، في قطاع إنتاج الطاقة بشكل أو بآخر. ويمكن هذا يعيدنا نوعا ما للمحور الأول. أنا أتصور أنه ما شهدته المملكة في السنوات الماضية من تنويع حقيقي الاقتصاد جعلنا نتعامل مع ملف الطاقة بثقة أكبر، وخلني بقول زي ما قال أخوي عبد الحميد من موقع القوة وليس من موقع الضعف. ممتاز أستاذ عبد الحميد، يمكن إذا كنت سمعت يعني كان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان يعني واضح أنه سعيد وفخور بالإدارة الواعية والكفاءة اللافتة في مجال الطاقة والأزمة النفطية اللي حدثت وإدارة المملكة لهذه المهمة. كيف أنت ترى؟ ما في شك طبعا أنت تتحدث عن شخصية أكثر من 35 سنة خبرة في قيادة هذا القطاع، فالرجل يتحدث ليس فقط يعني شخصية مثل هذه الشخصية مثل شخصية الأمير عبد العزيز، يعني موضوع الأزمة اللي حدثت هذا العام نتيجة كورونا والتقلبات والصدامات اللي ذكرها الأخ يحيى في أوبك بلس والاختلافات والنزاعات اللي صارت وارتدت إلى طاولة الاتفاق، قيادة مثل هذه
لا يمكن تكون موجودة إلا عند كاريزما شخصية مثل شخصية الأمير عبد العزيز. صحيح. والأمير عبد العزيز أيضا ينسب الفضل في هذا أيضا إلى متابعة خادم الحرمين وولي العهد في هذا. فأنت تتكلم على زي ما ذكر في آخر تصريح له، أنت تتكلم على هذا جهد دولة قادرة على فعل التغيير. فبالتالي مثلها وترجمها الأمير عبد العزيز من خلال تمثيله للمملكة في كل الاجتماعات وكل التقلبات اللي حدثت. وطبعا يمكن ما كان أحد يتصور يوم من الأيام لو ذكرنا العام الماضي مثلا قالك والله نتوقع في عام 2020 سيحدث كذا كذا وينخفض أسعار البترول للمستويات المنخفضة، لن يصدق أحد مهما كان هذا المحلل. فأنا أعتقد أن المملكة يعني من خلال الخبرات الكبيرة جدا للرجال الدولة الموجودين في ميدان سوق الطاقة العالمي صنعوا الفارق بصراحة. صحيح صحيح. أستاذ أحمد، كيف شايف جهود المملكة لضمان استقرار أسواق النفط في ظل هذه الأزمة العالمية؟ أولا المملكة هي اللاعب رقم واحد في مجال الطاقة على المستوى العالمي. والنقطة الثانية، قيادة المملكة المجموعة 20 ساعدتها في إنجاح المفاوضات في أوبك بلس، وهذا الأمر ساعد في الاستقرار. والآن النتائج قاعدين نشوفها بأن البترول أتوقع أن تتجاوز الحاجز 51 دولار، وبإذن الله أنه راح يتجاوز أكبر. الاستراتيجية السعودية تعتمد في السياسة النفطية على التحكم بالتدفقات حيث أنها لا تضر المنتج ولا تضر المستهلك، وهذا التوازن يحقق ديمومة ازدهار وتنمية على جميع المستويات ويشمل الجميع سواء المنتجين ولا المستهلكين. وهذا أمر يعني السعودية أخذتها من تراكم الخبرة الموجود عندها. ومن أصعب الأشياء أنك تحققها، لكن نعم. لوجود مثل هالخبرات في عندنا بالمملكة الحمد لله يعني استطعنا صحيح. أن نذيق العالم حسن وثمار الكفاءة في الإدارة. نتكلم على مكاسب 30 دولار صراحة. صحيح. الآن في هالأثناء أتصور في الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز. لاحظ هاللاعبين الكبيرين الأساسيين في سوق الطاقة. صحيح. هاي دكتورة إيش رأيك؟ أيضا المملكة ساهمت في التخفيف على الدول الأقل نمو يعني في هذه الأزمة، أنت إيش تعليقك؟ شوف، هي يعني بداية هي أزمة، وفي علم بحد ذاته يعني قائم اسمه علم إدارة الأزمات. يعني بتطلع خسران بس حجم الخسارة هذا يعتمد على سياساتك في إدارة الأزمة هذه. أنا أعتقد أن احنا يعني اجتهدنا فيها في أكثر من ملف بحيث نطلع بأقل الخسائر ممكنة من الأزمة هذه مقارنة، وأنا ما أقدر أقارن إلا بدول العشرين، يعني مقارنة بدول العشرين الكبار اللي تمثل اقتصاديات العالم. فأنا أعتقد أنه إحنا نجحنا في ملفات مهمة جدا في هذه المسألة، رغم أنه كان 2019 كان يعني خلينا نقول تمهيد أو توطئة لعقد جديد من 2020 وطالع لحد 2030، يعني عام 2030 أنه يكون خلاص انطلقنا. لكن المملكة يعني عملت على أكثر من خلينا نقول يعني جانب أو جناح. الأول أنه عادت جدولة التزاماتها وأولوياتها بحيث أنه الميزانية التي وضعت وجهت أكثر، صار في إنفاق أكثر على الصحة والتعليم وتقنية المعلومات أساس البنية التقنية اللي اعتمدنا عليها كثير في الأزمة وحلت لنا مشاكل كثير فيها. ومن ناحية ثانية صار في اللي هي زي فرض الرسوم 5% صارت 15%، توقف بدأ الغلاء المعيشة، الأمور هذه. فصار عندنا مداخيل من جهة ما كان معمول لها حساب يعني. ومن ناحية ثانية الإنفاق زاد في قطاعات يعني زي الصحة أكثر من ما كان يعني مجدول لها في الأساس. فبالتالي صار في سرعة في إعادة ترتيب الأولويات، هذه كانت نقطة مهمة جدا. وحتى الناس يعني تفاعلوا مع هذه المسألة بكثير من الترحاب. يعني الصحة كان يعني الناس ودها الميزانية كلها تروح للصحة. التجارة مثلا وزير التجارة طلع قال أنا أضمن لكم 200 سلعة أساسية تكون موجودة بالوفرة المطلوبة وبالسعر الطبيعي وفي مراقبة، هذا الرقم تتصلون عليه، هذا التطبيق يتواصلون معه. يعني كان في إدارة للأزمة من أكثر من جهة، مش بس من ناحية الطاقة لكن حتى يعني الظروف عامة، الصحة والتجارة التعليم كلها. فكان في إدارة يعني جيدة جدا للأزمة، قللت إلى حد كبير من يعني الخسائر اللي أصيب فيها يمكن يعني جهات أخرى من العالم أو دول كبرى حتى من العالم زي ألمانيا أو فرنسا مثلا. صحيح. يعني الأضرار الهائلة اللي لحقت فيهم. يعني إحنا في ظل الأزمة
40,000 طالب شاركوا في امتحان رياضيات، انطلقت فتح باب الابتعاث، تأسس البنك الصادرات. يعني احنا قاعدين نشتغل حتى في ظل الأزمة، في وسط الأزمة ما توقف العمل، على اعتبار انه احنا ندير الأزمة بما نملك من قبل من صندوق الاستثمارات او صندوق التنمية الوطني، إضافة الى انه احنا قادرين انه ما نوقف بنسبة يعني 0% بحيث انه ما يكون عندنا تشغيل نهائي. لا، السياحة مثلا على سبيل المثال ارتفع الاشغال الفنادق فيها من 10% الى 80% يعني في فترة الصيف، فصار في اقبال كبير على السياحة الداخلية. في فرص كانت كبيرة مع وجود هذه التحديات، يعني كان في فرص وعرفنا تعلمنا اشياء كثير وعرفنا اشياء كثير واكتسبنا مكاسب كبيرة رغم هذه الخسائر. فانا اعتقد ان يعني احنا ادرنا الازمة بشكل كبير، رب ضارة نافعة. نعم حتى صحيح. ترى كثير من الشباب السعوديين اداروا هذه الازمة باقتدار. صحيح. يعني صحيح. ساهموا يعني مثلا اعطيك على سبيل المثال منصة مدرستي، انا سالت الوزير بنفسه كم كلفتكم، يعني متاكد طبعا متاكد بيكون فيها انفاق يعني من الحكومة على التعليم. منصة مدرستي فيها 5 مليون طالب، وعملية تعليمية ما توقفت ولا تأجلت عندنا مثل حتى بقية دول الخليج، بعض الدول الخليج توقفت. فقال جوابه، قال إحنا المنصة هذه هي تقنية بالنهاية، يعني هو تطبيق أو نظام إلكتروني. إحنا وش سوينا؟ استعنا بكوادرنا السعودية من السعوديين والسعوديات الموجودين في الجامعات، فجبناهم صمموا المنصة. ما تكلفنا فيها ماليا لانه احنا جبناهم. اي موجودين كوادرنا، يعني شبابنا وشاباتنا هم اللي عملوا المنصة هذه، توكلنا وتباعد ايضا كانت بكوادر سعودية. صحيح. كلها كوادر سعودية، فهذا امر رسالة، يعطيك رسالة للقطاع الخاص، شوفوا الشباب السعودي بيض الوجه. صحيح. اعطوهم فرصتهم بصراحة. اعتقد ان احنا حصلنا على فرص يعني جوانب ايجابية حتى في ظل الازمة. صحيح. فاصل ثم نعود إليكم.